السلام عليكم، كيراكم دايرين؟ غايه لاباس. اليوم جبت لكم كيكه شابه سهله وخفيفه، المقادير ما فيهاش بزاف مقادير، تقدر كاع اخت ولا الاخ يديرها. وهي فيها نتبعوا معايا المقادير، عندي زوج حبات تاع بيض راني ديرتهم هنايا على حراره المطبخ، ونص كاس تاع سكر ولافاني وقرصه تاع الملح. وهنا نفس الكاس اللي درت به السكر اللي درت به الحليب، نص كاس حليب، نص كاس تاع زيت، عندي زوج معالق تاع كاكاو غادي نديرها شوكولا، وعندي وحده تاع لافيغ، وعندي كاس تاع فرينه. هذا مكان هنا غادي نبداو، بسم الله نضربو بالباتور، غادي نضرب داك البيض مع السكر. ديرو الفيتاس اللول وما ديرو الفيتاس الثانيه كاع الفور كاع ديرو. لكن تشوفو الخليط تاعكم ولا هاكا بياض، ضربوه شويه حتى تولي تشوفو البيوضيه بانت، هاديك السوريه راحت. دوك هنا غادي ندير الزيت، نص كاس تاع الزيت، نقصو الفيتاس دروك ما تزيدوهاش. نزيد الحليب، نصاي الباتور غادي نخبص ما نخدمش بيه دروك. هنا نزيد الفرينة، هنا هاد الصفاية اللي تصفو الفرينة مع الكاكاو باش ما تكوركمش. كاس تاع فرينه كيما قلت لكم، نفس الكاس اللي كيوت به الزيت ولا الحليب. هنا عندي زوج معالق تاع كاكاو ثاني مأمرين غايه، هنا ني زوج معالق مأمرين مليح. ولا ليفيغ وحده تاع ليفيغ غاد لهم كاع في رحبه. وانا الفوق تاعي راني شعلاه تاع يحمى خاطش هاد الكيكه ما تشدش الوقت بالخف، فيت فيت كمليها، عندك يا ربي 10 دقائق تكوني مكملتها. نشوفوا عليك قدكم صفوا غرب داك الفرينه كاكاو، نعرف تعرفوا بلي يتكور. هنا صاي نخلط كاع داك الخليط تاعي كاع، هنا عندي هذا البلا هاد السني، شوفوا جاي مستعطيل. ديروا البلا لي يعجبكم ديروا فيه، شوا ضعفوا، لا بغيتوا كبير ضعفوا المقادير ديروا 4 بيض، لا بغيتوا نصا ديروا هاد البلا. هادو كنا راني دهنا تا بشويه تاع زيت ولا شويه تاع زيت ولا دهان، دهن وفرينه. انا درت له زيت نورمال وفرغ كاع داك الخليط تاعي. نحطو شويه كيما هكا باش يتمشاكم. دوك انا نروح نطيبها على 180 درجه، كل وحده الفوق تاعها. توجور نقول لكم الكيكه اللي الكيكه ديو خدمي سيو بخدمي دخلو خدمي ولا كيغدون ولا كي تشوفو خرج ناشف راهي طابت، ما طيبوهاش بزاف باش ما تيبسلكمش. هنا دوك نبداو في لا شونتيي. هنا راني عندي كاس على شونتيي، نفس الكاس هذا اللي عندي، نص كاس تاع حليب بارد. هنا عندي هادو كريم ديسير هذا تاع كراميل، باغي نخلطها مع دوك. هنا نطلع شويه لا شونتي باش عاد ندير كي تشوفوها بدات تطلع لكم، ما طلعوهاش بزاف غير شويه، وديروا هذاك الكريم ديسير كراميل باش يطلق لها لوغو شباب. انا قلت لكم تقطوش ديو غير نص كاس تاع حليب خاطش هذه ثاني فيها ليكيد تجيكم خفيفه كون تكثروا الحليب، ولا ديرو فلون تاني فلون كاغامل تاني جي شباب. ونبدا نخدم فيها تاني.
هنا البسكوي تاعي راه طاب، دروك انا هنا غادي نتقبه بخدمي ولا بكيغدون، خلوه يبرد غايه، تقبوه مليح باش يشرب داك الحليب. هنا عندي كاس تاع حليب، دوك نفرغه كاع، فرغوه كاع في ديك الكيكه، خليها تشرب. انا دوك نخليها تشرب ونعاود نرجع معكم باش نكملوها خدمتها ان شاء الله. هنا بعد ما شربت الكيكه تاعي كاع شربت داك الحليب، راهي عندكم راهي خفيفه. دوك هنا نبدا نديرها في لاشونتيه، ديك لاشونتيه اللي طلعتها بالاخر الكريم ديسير كراميل، ريحتها راهي شابه على ما كي تزيدوا لها داك الكريم ديسير، وحده الريحه ما شاء الله. دوك هنا ندير كاع داك لاشونتيه كاع الايطالي هنايا، نمشيوها كاع، نبدل لها المغرفه. شويه مغرف نورمال عادي، حنا مشوها بهاد الكوبات صغيره كيما هكا، تعاونكم مليحه. سطحوها نيشان، هنا البسكويت تاعكم ما يليقش يجي غليظ بزاف، خاطر غادي ندولها ثلاث طبقات، طبقه تاع البسكويت وطبقه تاع تاع لا شونتيه ونزيدوها طبقه تاع الشوكولا. دوك انا كاع ايطاليها كاع نخدمها نسقمها غاير وتشوفوها معايا. صاي انا ايطاليت كاع ديك لا شونتيه تاعي، شوفوا هنا كي ولات تساويه. دوك عندي هنا الشوكولا، شوكولا مينا، ديروا مينا مليحه مليحه لهاد لي بسكوي، يذوبتها غير بشويه تاع حليب، خلوها تبرد غايه، ما ديروهاش دافيه وحاميه، هي خلوها تبرد خاطر لا شونتيه يذوب لكم كاع. هنا نفرغ كاع ديك الشوكولا، نمشي هكا. نمشيوها كاع غير مغرف كيما هكا ولا سباتيل ولا. هنا صاير راني ايطاليت كاع ديك الشوكولا، شوفوا كي جات، جات متساويه مع البلا. على قولتكم ما تغلطوش لاباط. هنا هذيك لا شونتي اللي بقات لي شويه درتها في بوش هكا، ديروا غير خطوطه كيما هكا. ولا شوكولا بلون عندكم، وزيدوا هنا شوكولا نوار ديما في الوسط نورمال. هنا كيغدون طلعوا هكا ديو كيميلفاي، زيدوا هودو هاك. انا صايد دوك نديرها تبرد، ما نجيش نقسمها دروك راهي حاميه شويه، نديرها تبرد من بعد تشوفوها معايا في صحن التقديم. انا صايل الكيكه تاعي راهي واجده، شوفوها هنا كي جات شابه ما شاء الله، جات بنتها ما نقولكمش. جربوها ساهله خفيفه ما فيهاش بزاف المقادير. هنا شوفوا الشيلات، شوفوا كي جات شابه هنايا، شوفوا جات ما شاء الله، شوفوا الله يبارك. جربوها غادي تولوا ما تستغنوش عليها. نتمنى الفيديو تاع اليوم عجبكم، ما بقى لي غير نقول لكم قاوني فيديو جاي، مع السلامه.